اهلا بكل متابعينا في الفيديو ده هنتكلم عن الحاله الفلكيه خلال الاسبوع اللي بيبدا بيوم السبت 17 يونيو وبينتهي بيوم الجمعه 23 يونيو هنشوف تاثير الحاله الفلكيه خلال الاسبوع ده هيكون ايه على مواليد برج الدلو مواليد الدلو خلال الاسبوع ده عندكم اربع ايام الحظ بيحالفكم خلالهم الاربع ايام دول هما يوم السبت والحد ويوم الاثنين وكمان يوم الجمعة آه يوم السبت والحد آه الامر موجود في منزل الحب بالنسبة لكم آه بس آه موجود لغاية يوم آه الحد آه الساعة اثنين الظهر بس برضو حتى بعد كده الامر مكمل في وضع داعم ويعني ممتد كمان اليوم الحظ لغايه يوم الاثنين بس خلينا نشوف الاول السبت والحد بالنسبه والقمر في منزل الحب بيديكم طاقه عاطفيه بتساعدكم انكم تقربوا حلو من الطرف الاخر ده لو انتم مرتبطين تقدروا انكم تستمتعوا بوقتكم عاطفيا وتاثروا جدا في الجنس الاخر لو مش مرتبطين ممكن تبقى في فرص هايله للارتباط او للاعلان عن مشاعركم بجرأة في الشغل يوم السبت والحد تعرفوا تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه تعرفوا كمان تحصلوا على التقدير لكل حاجة بتعملوها ان شاء الله اما لو عندكم اولاد فالسبت والحد يومين هايلين للتواصل بصورة افضل مع اولادكم وتقدروا تستمتعوا بوقت احسن مع الاولاد آه كمان لو بتلعبوا رياضه عندكم طاقه بدنيه بتساعدكم على ممارسه الرياضه آه خلال يوم السبت والحد اما يوم الاثنين فالقمر هيكون في منزل الصحه الايجابي بيديكم برده طاقه ونشاط وحيويه وتركيزكم في يوم الاثنين آه منصب على آه انجاز شغلكم عندكم اصرار انكم تقوموا بالواجبات اللي عليكم على اكمل وجه سواء كانت واجبات مهنيه او منزليه او عائليه كمان في يوم الاثنين آه اشوف انه آه عندكم قدره انكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم آه اما يوم الجمعه فابتداء من الساعه واحدة واربعة وتلاتين دقيقة الظهر القمر بيتنقل لمنزل المدخرات وفي الوقت ده عندكم أفكار ملهمة تساعدكم أنكم تعملوا تنمية لمدخرات أو أملاك أو تنموا بيها دخلكم كمان وقت مناسب لتخليص أي أمور بنكية ده في يوم الجمعة ابتداء من الساعة واحدة واربعة وثلاثين دقيقة الظهر في الوقت ده كمان يوم الجمعة ابتداء من الظهر عندكم تخطيط كويس لمستقبلكم عندكم رؤية أوضح للمستقبل تساعدكم أنكم تخططوا حلو للمستقبل كمان ممكن تنكشف ليكم معلومات كانت خافية وده يساعدكم في تخطيطكم آه للمستقبل بس في شويه ايام لازم تكونوا منتبهين آه خلالها الايام دي آه هي يوم الثلاث وكمان يوم الاربع والخميس آه يوم الثلاث هيكون في تنافر فلكي ما بين القمر وما بين بلوتو آه والتنافر الفلكي ده يعني يتطلب منكم آه أنكم تهتموا أكتر بصحتكم لأن التنافر ماسك المنازل الصحة فده بيخلي الطاقة أقل فضروري تاخدوا وقت كافي من الراحة في يوم الثلاث ما تهملوش أي عارض صحي تشعروا بيه نظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة أما يوم الأربع والخميس فحيكون الأمر في مواجهة برجكم أه والحقيقة ان طول الأسبوع كمان المريخ في مواجهة برجكم وفينوس في المواجهة وبالتالي يعني النصايح اللي هقولها لكم بالنسبة للأربع والخميس هي نصايح تنطبق على طول الأسبوع أه مهم جدا تكونوا واخدين بالكم من حقوقكم طول الوقت وخصوصا في يوم الاربعاء والخميس أه ما تغامروش ما تدخلوش في اي مغامرات ماليه او مغامرات بيع او شراء او مغامرات في توقيع الاوراق والعقود اقروا كويس اي حاجه بتوقعوا عليها مهم كمان تكونوا ملتزمين في النواحي القانونيه تسوقوا بالراحه أه ويعني تبعدوا لان اي مخالفات في القانون او في المرور من السهل اكتشافها وكمان مهم تسوقوا بالراحه وتتحركوا بالراحه حفاظا على سلامتكم مهم كمان تقووا مناعتكم وتحموا نفسكم من اي عدوى ولو انتم متجوزين كمان لازم تاخدوا بالكم عشان يعني ما يحصلش اي خلافات زوجيه تجنبوا الصدام مع شركاء الحياه بس خدوا بالكم من النصايح اللي قلناها وان شاء الله الاسبوع كله يكون حلو وكل اسبوع وانتم طيبين